تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم استقبل سعادة سفير مملكة النرويج كنوت لينجلاند الذي أدى له زيارة وداع بعد انتهاء مهامه بالجزائر. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف. وعقب الاستقبال أدلى سعادة سفير مملكة النرويج كنوت لينجلاند بالتصريح التالي: كان لي الشرف أن استقبلت من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون. مهمتي هنا كسفير للنرويج في الجزائر وصلت إلى نهايتها. لقد أمضينا فترة رائعة وجميلة. نشاطنا الدبلوماسي كان شبه منقطع بسبب الجائحة، لكن هذا لم يمنعنا من تقوية العلاقات بين بلدينا في السنوات الأخيرة. الشراكة التجارية تعززت، ونأمل أن تستمر هذه العلاقات التجارية والثقافية بين الجزائر والنرويج. جغرافيا، الجزائر والنرويج تتواجدان في قارتين مختلفتين، لكن نتواجد في العديد من المجموعات الإقليمية والسياسية، ونتقاسم العديد من النقاط المشتركة التي تجمعنا. ندافع عن نفس المبادئ في القانون الدولي، ونشجع التعاون الثنائي خاصة عمل الأمم المتحدة. نشجع المجهودات في حل الأزمات بالحوار بين الأطراف المتنازعة في إطار قوانين الأمم المتحدة، كما نحارب التطرف والإرهاب. وفي الوقت نفسه نقطع الطريق أمام هذه الظواهر مثل الفقر، البطالة، التمييز العنصري، وندرك بأن الأمن والتنمية المستدامة مترابطان بقوة، ونحن متمسكون باحترام حقوق الإنسان. بلدينا يعملان على تحقيق 17 هدفا لتحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. أعبر عن امتناني للسلطات الجزائرية على استقبال الحار والشراكة الجيدة. الجزائر بلد جميل وشعب رائع ومذيع. Je souhaite le meilleur pour l'Algérie. Merci. في التعاون البرلماني، انطلقت اليوم أشغال الدورة 11 لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية المنظمة بمقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا. وبالمناسبة وجه رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل وجه رسالة للمشاركين، أكد فيها على أهمية التنمية المستدامة المتوازنة في حل المعضلات التي تعاني منها القارة الإفريقية بما فيها التغذية والأمن الغذائي، مضيفا بأن الديناميكية الديمقراطية والتنموية الجارية حاليا في الجزائر تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ستمهد الطريق لا محالة لديمقراطية حقيقية وعميقة. رئيس مجلس الأمة جدد التأكيد على أن إفريقيا لا يمكنها أن تتوجه نحو مستقبل واعد دون اقتلاع جذور الظاهرة الاستعمارية المقيتة نهائيا عبر تسريع وتيرة تصفية آخر مستعمرة في القارة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية وسيادة، وإنهاء الانتهاكات التي يمارسها المحتل المغربي في الصحراء الغربية المحتلة. هذا وتم أمس انتخاب الجزائر في عضوية اللجنة التنفيذية لرابطة الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية خلال أشغال اجتماع الرابطة المنعقد بدولة جنوب إفريقيا. في إطار الحركة الجزئية التي أجرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد الطبي على مراسم تنصيب كمال غزالي بصفته رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، وموسى عثمان نائبا عاما لدى المجلس نفسه. وعلى هامش مراسم التنصيب، كشف وزير العدل عن إعداد نصوص قانونية وإدراج تعديلات على نصوص أخرى على غرار القانون المتعلق بحوادث المرور. وفضلا عن هذه الحركة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية،
بعد الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء طبقا للمادة 181 من الدستور، فقد أجرى المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 28 أوت المنصري تحت رئاسة السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية اسم الشعب القضاء حركة شملت 544 قاضي من قضاة المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم. إن الارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته هي من واجبات الدولة التي تسعى لتوفير كل الشروط الكفيلة لدعمه. وفي هذا الإطار فإن وزارة العدل قد أدخلت تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها تهدف لتشديد العقوبات، وستتبع بإجراءات تنظيمية أخرى ستأخذها الحكومة قريبا خاصة على مستوى وزارة النقل والمصالح الأمنية. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2022-2023 يوم السبت 17 سبتمبر الداخل، حيث تم توجيه تعليمة إلى كل مديري المؤسسات الجامعية والخدماتية تتعلق بالتدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح الدخول الجامعي. كما أكدت الوزارة في بيان لها على ضرورة العمل للرجوع إلى الحالة العادية التي كانت قبل انتشار جائحة كورونا، وذلك بتوفير كل الإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة وتهيئة الفضاءات وتوفير كل مستلزمات قواعد النظافة. وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة استغلال يوم السبت في التدريس وتمديد الدراسة إلى غاية الساعة 6 مساء واستخدام كل الهياكل البيداغوجية لتعزيز التعليم الحضوري. في الشأن التربوي، عقد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اجتماعا مع النقابات المعتمدة لمختلف الأطوار والشركاء الاجتماعيين وكذا إطارات القطاع، وهذا بهدف دراسة أهم المستجدات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل والجهود المبذولة من قبل السلطات لإنجاح الموسم الدراسي. ننهي إلى عين كل شركاء كل مستجدات هذا الدخول المدرسي، كل المجهودات التي تقوم بها الدولة الجزائرية وهي مجهودات كبيرة، وهناك ملفات تم علاجها بكيفيات غير مسبوقة، وبالتالي كل هذا سيصل إلى علم الشركاء الاجتماعيين ومن خلالهم إلى كل جماعة أفراد الجماعة التربوية، وكذلك للاستئناس برأيهم بخصوص كيفية تنظيم الدراسة في الموسم في هذا الموسم الدراسي. تعلمون أننا على مدار 3 سنوات كنا في التنظيم الاستثنائي للتمدرس، الآن وقد يعني هناك تحسن كبير في الوضع الصحي في الجزائر وفي العالم، كذلك هناك تعليمات السيد رئيس الجمهورية السيد الماجد تبون بوجوب الإصغاء المتأني إلى كل ما سيتفضل به الشركاء. تم اليوم بمقر وزارة الصناعة تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعات الصناعة والفلاحة والموارد المائية بغية التنسيق والعمل من أجل تعزيز الإنتاج الفلاحي، وهذا من خلال توسيع قدرات التخزين والرفع من مردودية الإنتاج. مراسم التنصيب أشرف عليها كل من وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، ووزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني. ارتئينا أن نعقد هذا الاجتماع التنسيقي مع مختلف القطاعات الفاعلة في هذا المجال على غرار الفلاحة والموارد المائية لمباشرة وضع خارطة طريق شاملة من أجل بلوغ الهدف في أقصر مدة ممكنة. وتحقيقا لهذه الغاية فإن تنفيذ هذا البرنامج يمر لا محالة عبر إبراز قدرات الإنتاج الفلاحي الذي يتطلب من جهة مرافقة الفلاحين عبر توفير المكننة الزراعية التي تعتبر عاملا أساسيا في زيادة الإنتاج وتحسين المردودية. هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم يعد فرصة نبيلة للتدارس كافة الإمكانيات المتاحة ذات البعد العملي والتطبيقي والحلول الملائمة لتوفير مياه الري وتوسيع المساحات المسقية. دائرتنا الوزارية قد سطرت برنامج خاص بتوسيع المساحات المسقية
الى افاق 2030 مع امكانيه بلوغ مساحه تقدر ب 2.5 مليون هكتار، موجهه اساسا الى المحاصيل الاستراتيجيه منها كحبوب وبقول جافه من كل انواعها. ولتحقيق هذا البرنامج يعمل قطاع الموارد المائيه والامن المائي بالتنسيق مع كل القطاعات المعنيه في اطار مخطط عمل للحكومه على تعبئه الموارد المائيه بجميع اشكالها. ومن بين اهم محاور هذا البرنامج نذكر انجاز السدود، حيث نتوفر حاليا على 81 سد منجزه وخمس سدود اللي راهي في طور الانجاز، تخفيف وتبسيط اجراءات حفر الابار ومرافقه المستثمرين الفلاحيين. بفضل هذا البرنامج وعلى الرغم من الظروف المناخيه الصعبه بدات تظهر اثاره الجد ايجابيه على الموارد المائيه الموجهه للاستعمال الفلاحي. بمنائي الجزائر تم اليوم على مستوى المحطة البحرية الجديدة للمسافرين الانطلاق الفعلية للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي بعد تحديثها وتوسيع نطاقها، ما سيسمح بتحسين جودة الخدمات وتبادل البيانات بين مختلف المتعاملين بطريقة آمنة. المنصة التي أشرف على إطلاقها وزير النقل عبد الله منجي سيكون لها الأثر الكبير على تنظيم الحركية التجارية على مستوى الموانئ، لا سيما ما تعلق بشقها الخاص بآجال استغلال الحاويات ومدة انتظار السفن التي لطالما كبدت خزينة الدولة أموالا معتبرة. بعد إطلاق هذه المنصة في 7 جوان من السنة الماضية ومن خلال تحديثها اليوم، موانئ ستضمن هذه الأخيرة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين، حيث توفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 ساعة على 24 وخلال طيلة أيام الأسبوع. أشرف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي بداري القرآن الشيخ أحمد سحنون على فعاليات الندوة العلمية الموسومة بمفكر المجاهد مولود قاسم نايت بالقاسم سيرة ومسيرة، التي تتزامن مع الذكرى 30 لوفاتها. الندوة حضرها ونشطها ثلة من الأساتذة والباحثين الذين تطرقوا فيها إلى مناقب الراحل وخصاله، إلى جانب تكريم عائلة المرحومة. وبالمناسبة اختتام فعاليات المدرسة القرآنية الصيفية لموسم 2022 تم تكريم حفظة كتاب الله والطلبة المتفوقين. تكريم هذا الرجل يعني هو ذكره، هو الاحتفاء بمآثره، هو تذكير الناشئة، هو البحث عن أفكاره، لأنه باختصار ربما يسمحوا لي السادة الأفاضل نستطيع أن نسميه بمفكر الثورة. في المدرسة القرآنية الصيفية استقبلنا 500,000 تلميذ وتلميذة، نصف مليون. والشيء الجديد فيها أننا استقبلنا أبناء المهاجرين الذين جاءوا إلى الجزائر في الصائفة. في إطار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في تمرين القيادة والأركان الاستراتيجي الشرق 2022 في الفترة من الفاتح إلى 7 سبتمبر 2022، انطلقت يوم الأربعاء أمس الأربعاء عفوا مجريات تنفيذ هذا التمرين، حيث أشرف نائب وزير الدفاع لروسيا الاتحادية الفريق إيفكو روف يونس باك بميدان المناورات سيريا جيف سكي على مراسم الافتتاح الرسمية، وهذا بمشاركة 13 دولة. وتعتبر مشاركة الجيش الوطني الشعبي ممثلا في وحدة قتالية تابعة للقوات البرية في هذا التمرين فرصة لتبادل الخبرات وتقاسمها مع الجيوش الأجنبية، إلى جانب تحسين المهارات وأداء المهام المشتركة. دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد صباح اليوم شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيونية خلال عملية دهم واسعة نفذت في مدينة البيرة ومخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية. وتزامنا مع هذه التطورات يشرع اليوم نحو 1000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني في إضراب عن الطعام، احتجاجا على رفض إدارة السجون الصهيونية استجابة لمطالب الأسرى أبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى.
رياضة الآن في كرة القدم، تلعب اليوم المباراة المقدمة عن الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو عند الساعة 8 مساء. فحظ موفق للفريقين. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة بحول الله.